السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ شباب ان شاء الله طيبين، معكم دي فورس. حياكم ان شاء الله حلوين، قاعد اتمنى الجزء الاخر. هذه المره مع لعبه دارك لايرز. هذه اللعبه هي لعبه ابطال يحاربون او يقاومون قوى الشر حتى يقضون عليهم. الابطال هم عباره عن اربع ابطال، وتقريبا الابطال او شخصيات الابطال موجوده في فيلم ملك الخواتم القزم، اللي هو راح يكون مدرع وشرس في القتال الفايكنج، راح يكون عنده عضلات قويه ومعاه مطرقه يضرب باب بقوه، البنت ترمي بس بالاسهم، اما ابو اذاني مسحوبه، ما ادري ايش يسمونه في نفس فيلم ملك الخواتم او القبيله هذه، فهو اللي تقريبا عنده قوه خارقه، يكون سريع جدا ومعاه سيفين. اللعبه زي ما قلت يحاربون قوى الشر. راح نشوف ان شاء الله القصه مع بعض ونبدا على طول ونبدا بدايه اللعبه. اللعبه ما ادري قصتها، تطلع توصل تقريبا حتى اربع دقائق وتطلع من 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 سطح المكتب نهائيا. الاكس بوكس يطفي، انا قاعد العب على الاكس بوكس سيريس اكس على فكره. هي محسن على الاكس بوكس سيريس اكس ومحسن على الاكس بوكس سيريس اس، ما ادري اذا محسن على الاكس بوكس 1 اكس، ما ادري. لكن اللي مشترك في خدمه الجيم باس راح ياخذها مجانا، صراحه خدمه جباره. فتخيل لعبه جديده تاخذها مجانا. اللعبه على فكره عالمها I mean, Regis told me you lived out here protecting everyone, but you know, guys don't have the best reputation. جميلة، لكن بالنسبة للمحرك الريل انجن 4، هي تستخدم محرك الريل انجن 4، فدائما محرك الريل انجن 4 يطلع الجبال بشكل أسود شوي، واللعبة تكون سوداوية كذا، لكن مع ذلك بشكل عام الرسوميات حقتها جيدة. راح نروح للخريطة الآن وراح نبدأ. The United عالم. هو الشر هم رئيسهم سيطر على الألماسة. الألماسة هذه خلتها يسيطر على قوة الشر، وبعدين قضوا عليه ذول الأربع الأبطال مع قومهم، والشرير يعني دخل تحت الأرض، والماسة كمان دخلت تحت الأرض، لكن بقت قوة الشر موجودة. وتقريبا يستخدمون الزعيم أو راح يحرون الزعيم، ما أدري. ف الأربعة مرة ثانية واصلوا عشان كمان يخلصون على قوة الشر بعد موت الزعيم حقه. وكان قوة الشر تبى تسيطر على مرة ثانية على الأرض هذه، وتقريبا انتقام للزعيم وشيء زي كذا. فبدا اللعبة. أنا أول مرة أشوف صراحة وحوش يتكلمون اللغة الإنجليزية. هذول وحوش امريكا. وحوش يونايتد ستيتس. تيرن ات داون. هذا بخشم كذا مايل، وهذاني كذا نحيفه، هذا كذا كانها سمبوسه. هذول موجودين كلهم في ملك الخواتم. اللعبه تقريبا فكرتها ماخوذه من فيلم ملك الخواتم، شخصيات حتى القصه، التنين هذا كمان موجود. فكره اللعبه بشكل عام هي ماخوذه من فيلم ملك الخواتم باختصار. لكن ما يمنع اذا كانت القصه جت بشكل جيد، ما تنعاد القصة بشكل مختلف. مو كأنك تتابع فيلم. حلو. والله قامت العافية. قامت العافية. التنين ذا ما يلعب الأبيض. هذا ملك العواصف، ملك الرياح. كمان التنين حتى يتكلم، كمان التنين يقول راح اخليكم تثلجون. هي كانها حمت هذه التماثيل اللي الوحوش يبغى يطيحونها ويهجمونها، كانها تعني انها كانها اصلا هي متحالفه مع هذول القوم اللي اصلا كانوا يقاتلون معاه وشيء زي كذا، اللي هم عباره الان عن تماثيل. حلو. الاكس بوكس دائما يطلع عندي في المكان هذا تقريبا، لا قدام، ما ادري ايش قصته. هل هو خلل في اللعبه؟ الله ولا الاكس بوكس صراحه ما ادري قصته صراحه، النظام حقه فيه مشاكل صراحه. من يوم اخذته كذا يطلع طلعات غريبه بعض الاحيان. يمكن النظام اصلا جاي من الشركه نفسها في مشكله، فاذا سويت سوفت وير يروح اصلا. لكن راح امشي دحين، اذا طلعت اللعبه مره ثانيه بشيله واصفقه في الارض. ثالث مرة اعيد الجيم صراحة، ثالث مرة. حلو، عالم اللعبة جميل.
باين انه محسن اللعبه. شوف الالوان كيف الوان النار والاحمر زي كذا تحسها مره زاهيه. هذا هو التحسين بالنسبه للاكس بوكس سيريس اكس والبلاي ستيشن 5. طيب افتح الباب الان وخش دغري على ابو خشم ذا الصياح. جلدني والله جلدني. اضرب يا اضرب يا حيوان اضرب. حلو حلو وال 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 حركه. صد الضرب صد الضرب. حلو حلو حلو. اجلد اجلد يا بطل اجلد يا بطل. حلو انا بدأت بالشخصيه هذا على طول. ما ادري اذا انت تختار شخصيه معينه. انا بديت على طول جيت اول شخصيه وبديت فيها على طول. ما ادري تختار شخصيه معينه او كل مرحله يكون لها شخصيتها المناسبه. قاتل الشخصيات الاربع اعتقد لو قاتل شخصيات الاربع يكون اجمل يعني صراحه. حلو هذه القوه الخارقه اللي عنده مع نفسك. اقول مع نفسك معصب. ها ستموت. ها انت اللي بتموت مو انا. اوي اوي صد الضربه. حلو صديتها. حلو انا اللي راح اموت يقول. ابو خشم والله اعترف. حلو حلو حلو. الان راح اروح للجهه الثانيه. هنا المفروض اني ابني شيء. حلو بني. ايش يبغاني اسوي؟ والله انا ما في معلومه. اخذتها؟ طيب اخذتها. Goblins in Verbeek lay siege to the Battlehammer halls. I'll break this siege and then see what damage has been done. حلو. هذه تساعدني انها تتحول زي الترياق. يزود الدرع حقي، بس ما راح اخذ هذا الحين. حلو حلو حلو. طيب خليني اضرب هذه واخر عنها، بسرعة واخر 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 يا اهبل. حلو. لان لو فجرت فيه تأذيني. خذ خذ الصندوق هذا، خذ الصندوق هذا ادش فيه. حلو 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 حلو. صارت زي السلاسل تلف عليه. اعتقد اذا قاتل العدو زي كذا راح يكون الدامج بالنسبه لهم اقوى. حلو. اوف الذهب. تخيل كذا لو اطيح عليه على على ذهب بالكميه هذه. يا سلام. يا ريت اللعبه تتحول حقيقي. وكون انا اللي قاتل القى صندوق زي كذا ذهب. ابنسى امك ترى. انعكاس الاضواء كذا على الجبل حلوه. تقريبا تتبع الاشعه شيء زي كذا. تقنية تتبع الاشعه لانه يدعمها الاكس بوكس والبلاي ستيشن 5 تدعم تتبع الاشعه. حلو باين اصلا. حلو حلو اضرب الان اضرب الان. اوف طلع هذا طلع من تحت الارض. هذا كان متكي مريح الرجال كان. خلص خلص خلص. اوه هذا مدرع. هنا اهبل هنا هنا بعد الحين تحصل ضربات كذا تشطح. والله هو صح صح السيف ده ما يلعب. حلو خلص. اضرب اضرب اضرب. شد الضربه. هنا وراك يا درخ. اذا استمر على مكان ما يوقف. اهبل وقف. حلو. والله ما ادري كيف جات الضربه ذي. ضرب يمين وذاك طاح يسار. الضرب مي حوله. خليني افجر ذي. هنا هنا اخر اخر. حلو. الكنز هذا كيف اطلع له؟ هذا لازم اطلع له، كيف اطلع له ذا؟ ما اقدر يعني؟ حلو من هنا. يوووو يد الاخر. طيب هذا كمان كنز. الكنوز ذي راح تقدر تطور فيها سلاحك والعتاد حقك. جايك جايك جايك. اوه يقول الله اذبحك والله اذبحك. والله معصب ذا ابو خشم ذا نازل حد بطنه. ول يرمي صواريخ هذا ويرمي اسهم فيها قناب. لا صدت الضربه. اوه المفروض ان هذه تخلد الحركه ذي. وراك 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 وراك. بعض الحين دز كذا في مكان واحد ما عاد يرجع. الريوس عنده مفصول. الريوس عنده مفصول. كويس اخيرا اللعبه ما تقريبا من الشاشه حقتي ما هي من الاكس بوكس. وقعتها من الاكس بوكس انا.
تونا قايلين بسم الله يا تونا قايلين بسم الله يا جماعة. الله يوفقك يا شيخ. ضرباته قوية ده. صد الضربة يا أهبل. حلو خلص عليه. صد الضربة. حلو. صديت الضربة كمان. حلو. خلصت عليه. الله الدب ذا ما في ما عندك عاد. الدب ذا طقع. الله الظاهر انه ما عنده سالفة. توقعت اعنف من كذا. مش لقاء. حلو. لا هذا الوحش مدرع. حلو. فيها حركات كثيرة اللعبة. حلو. الحين انا وراك. حلو. فهمت كيف اوجهها بشكل صحيح. لازم تضغط على زر الار بي وتضرب. بس حلو التحكم في الضرب مو بالبي والاكس والواي والاي ولا مثلا الاكس والمربع ولا لا اللي فوق ار بي والال بي والاكس بوكس والار تي وزي كذا. خلاص هذا ايش عنده ذا؟ في واحد تحت. والله في العملاق هذا. انزل له. حلو والله ما درى عني لا انا في ظهرك. والله لا يوفق. ضربة. طرش علي المعفن طرش علي. الله يقلبك يا شيخ. خلص. وين راح؟ ايش بالاهبل ذا؟ صار يضرب ذول المثلجين. خلص عليه ليقوم. حلو. هذا قضاء نحكي المكان كذا. راح انتقل للمنطقة اللي فوق العالية. حلو. ايش ذا؟ طلع من تحت الارض. الخنادق يطلعون. شلون تحت الارض هم؟ والله طلعت الحتفة. جميلة صراحة، جميلة القتال فيها مع انه سريع، لكن احسها حبيت القتال فيها مع اني ما احب القتال انا بالسيوف الاسلحة القديمة. لكن حبيت القتال فيها. كمان الالوان فيها مرة جميلة. الالوان رسوميات قصدي يعني لمعان الاشياء من حولك تخلي العالم حي. الجيل الجديد صراحة شوف كيف تتبع الاشياء، شوف الشمس كيف تنعكس بشكل واقع، الشمس والاضاءة. فاللعبة تدعم تتبع الأشعة. حلو. باين نشوف. كويس، الحين أنت باقي لحالك، أنا أتفرجك يا حيوان. يا الكلب. أضرب. كمان. ينط لين فوق ينزل علي بمؤخرته. اللي تهرب منه. لا مرة بسرعة. حلو. رماني فخ. هرب يا حيوان. ما عاد بقي لي شيء. خلاص يموت ابو كرش المعفن ذا. خلصت عليه. ما لحق يضرب البوكس. جايك يا بروي. ممتعة اللعبة، ممتعة صراحة. حبيتها. يمكن عشان الشخصية دي طريقة القتال فيها ممتعة. ممكن. اللعبة عالمها جميل، عالمها حي. الألوان في العالم مرة جميلة. خذ يا المروح. طيب. وي وادي كن جاهز. حوش يتكلمون انجليزي. درس المدرسة محترم الظاهر. الحوش احسن مني، انا ما اعرف اتكلم انجليزي.
طيب انا كيف اتخلص من الثلج هذا؟ والله اذاني ذا. شوف اضغط على هذه وبعدين اضغط على الثانية هذه. حلو، يمكن يبغى يتحرك بسرعة، ممكن، ليش لا. طيب وبعده. طيب انا عارف ان هذه النار تخليني اقدر اعدي من فوق الثلج ذا، بس هذا كيف افتحه؟ اوه باقي علامة. العلامة دي وين راح تكون؟ طيب هذا زبطنا وهذا زبطنا. المثلث باقي مثلث. المثلث انا ما ادري وين هو. دقيقة، هنا المثلث تقريبا، هنا وين راح يكون المثلث؟ والله انا حاسس انه هنا قدام او في الجهة ذيك اللي هناك. لا حلو، راح اخذ النار هذه، راح اخلي النار دي عشان راح اضغط على مثلث. حلو خلاص، ارجع بسرعة. حلو كذا انفتح لي الباب اخيرا فتح لي الباب. زود النار دي وروح. حلو كذا عديت المنطقة هذه بسلام. المشكلة مدمج. حلو كملت اول المرحلة. حلو، واو هذول الوحوش توقعتهم الزعماء حقيني. طيب انا ما عندي دم. يخرب بيتكم خلينا ناخذ الدم ذاكنا. طيب حلو زود دمك. طيب الدم كذا، زود الدم حقي. حلو انتقلت للجهة الثانية، قدرت اهرب منه. حلو خلص عليهم تقدر تخلص عليهم. لا ارميك بسهم، لا ارميك. انا وراك يا اهبل. غريب النار ذيك ما تضر وهذه تضر. حلو قوة التخفي هذه. بيموت لاعبي. حلو هذا ينزل لي الاسانسير ذا عشان اطلع فوق. على العموم اللعبة جميلة جدا يا شباب، كملنا اول مرحلة. اللعبة صراحة تستحق فعلا انك تشتري اللعبة. اللعبة القتال فيها جميل جدا، وتحس بكل ضربة قاعد تضربها. عالم اللعبة كمان مرة مليان ألوان، مشبع بالإضاءة الجميلة. الجبال كمان حلوة، لكن عاد الأشجار لك عليها شوية، الأخشاب. بشكل عام اللعبة صراحة جميلة، تستحق أنك تلعبها وتجربها وتشتريها فعلا. أتمنى إذا عجبكم هذا المقطع تعطيني لايك، تسوي شير للمقطع هذا عند إخوانك اللي يحبون الألعاب، تشترك في قناتي، وأراك إن شاء الله في لعبة أخرى إن شاء الله أجمل وأحلى وأقوى. مع السلامة.